يا سلام، صح لسانك. طيب فهد، احس ان عندك سالفه. هلا قصيده سوي شيء. انا كنت تدري انا جيت، ترى جاي من الساعه 10. نغني 10 11 12 1 2 3 الحمد لله. يقول ايش؟ انا اللي انا شاركت معهم تفيد الصوت والعيال كله الحمد لله. فيوم دخلت احس اني طفيت يا ولد. خلاص قدموا لنا اللي عندكم. اي فانا اقول اذا يبون يعني ناخذ ونعطي اعطونا شيله نلعب صفي طعم في البيت عاد نسوي. والله ضبطونا بشيله. بس قبل الشيله انا ودي اسالك هذا ارحم عاد على نهايه البرنامج ودنا تعلمنا وشعورك بعد ما انتهى برنامجكم. والسؤال ترى بعد موجه لك. ابى اقول لك شيء، انا اول ما طلعت من البرنامج قلت الفلوس كم؟ دريمان اي 50,000. قلت ابي اللي شو اسمه اللي ابي اللي اكلمه واعطيه رقم حسابي. والله اني اعطيت رقم حساب وانا ما طلعت. قلت تول الشيك خذ كرتون، اهم شيء اعطيه رقم حساب عشان احول لي يرسلوا لي حساب. شعور جميل. اي والله ربعك واخوانك و 90 يوم كل السؤال تخطيته لهذا الحين ولا؟ والله اليوم رجعت هنا تذكر حنيت على كاريزما. حنيت على الشاي الكرك. لكن طلعت انا من البرنامج ما رجعت البيت، كنت بنام لي في فندق. خلاص ما ابغى هدايا، الهدايا كلها في السيارة. لا والله ما معي فلوس، كان ما ادري كم، 500 ما ادري كم. المهم اني اخذت لي فندق، ورقه الفندق. قمت الساعه 9 ما ادري 10 ايه، والله ان الدنيا تدور علي في الغرفه. اشوى اني ماخذ جنب مستشفى اسمه الموسى من الحفل امس واقف على رجلي واروح اخذ مغذي الدنيا. بغيت اصور بقول هذا هو شعور حلو وتعب وحنين وحزن اي حنين وحزن ولخبطه وروتين انت تعودت عليه. الحين ترجع البيت لا بكره لا عزم هذا هناك بساط احمدي في البرنامج. لكن شعور جميل جدا. بعد ما بقى شيء 9 ايام انتم باقوا 4 ايام يا رجال. الجمعه اللي ورحب بكم باسم الاسره. الله يبارك فيكم باذن الله. اننا مشاركين ومباركين معنا من جناب الجمعه. ابشر بالسعد باركودات يا رجال. تعال بس كوه الله يكون خالص. طيب لو بعطي احد من مرحبا انت واللي معك انتم تعالوا بس. الله يبارك فيكم وطول عمرك. لكن احنا يا بني عمي كلكم حضروا، واخوياي اللي في الحاره حضروا، مرحبا واللي يعز عليكم عزموه خليه يجي. صلوا على البرنامج. وش الوجهه اللي تنصحنا فيها؟ وش وين؟ بعد البرنامج. اي والله عذرا نصايحك. هو شوف بقول لك ايش حشرتوه. لا 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 لا, لا. والله مو فاكينك مره. بشرك ترى شفت اللي دخل باسم شاعر ولا دخل باسم ده ترى بعد الاعلام ينقلب كل شيء. يصير رسام، يصير مجتمع. هذا صار مجتمع. يصير انا ينقلب. دخلت شاعر طلعت مجتمع. من الوضع تراك ذكي ومحظوظ. ليه؟ انك دخلت شاعر ترى يمكن بعدين يجيبونك برنامج ثاني تصير تمسك فقره ولا مقدم عادي. لا تاخذ كلمه شاعر. ابو سويد وينهم في النقد؟ ايش انا جايهم على الساق ولا هم ولا سالهم. انت تقول يوم تقول وش بعد البرنامج وش تبي تقدم؟ هي على اللي انت بي. اهم شيء ترى قبول من الله سبحانه. ما شاء الله. والله لو تفعل ما تفعل قبول من الله سبحانه. واهم شيء اسمعني، واهم شيء الرساله الهادفه هذه. ما بين كل اسبوعين سناب. اخوه نخليها رساله هادفه وغدا التسلل. وين؟ غربت. لا قفل حسابك. اقرار مع عيال. لكن احنا الحين عرفنا شعورك، ودنا نشوف تجربتك. عبد الرحمن. اي ودنا نسمع كذا. والله.